عسلامة لكم الناس الكل، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا بسكوت العيد التونسي، بسكوت السنة والعادة متاع قبل، حضروا ما يغيبش علينا في كل عيد. باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش يجينا هشوش وبنين، وباش نشوفوا 3 طرق تشكيل مختلفة. باش نقدموا لكم 3 طرق تشكيل الثلاثة من غير ماكينة. دونك خليكم معايا لاخر الفيديو باش ما تفوتوا حتى شيء. ما تنساوش تعمل اشتراك اذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة، وتو تعدوا نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير. بالنسبه للمقادير الكل ده نخلي لكم في صندوق الوصف، لان كما تشوفوا فيه باش نستعمل 4 كيلو فرينه. ده نخلي لكم المقادير على الكيلو وعلى 4 كيلو باش هكاك نجموا تحفظوا وتعملوا كميه قليله اذا كان تحبوا. دونك لنا على الكيلو فرينه باش نستعمل 5 بيضات. كما تشوفوا فيه هنا البيض نتاعي فيه احجام مختلفه، فيه الكبير وفيه الصغير. دونك انتم كان عندكم عظم كبير 4 عظمات يكفيه، واذا كان عندكم كميه صغيره تنجموا حتى تعملوا 6 بيضات اذا كان صغير برشا. دونك انا اخترت عن 5 بيضات كما ماكم قاعدين تشوفوا. تو نخلي لكم المقادير الكل كيما قلت لكم في صندوق الوصف. دونك لينا على الكيلو فرينة 5 بيضات، كل واحدة كان حجم متوسط يعني. دونك وعلى الكيلو باش تستعملو زوز سكر فانيليا كيما راكم قاعدين تشوفو. بتبيع الفانيليا هنا تنجم تعوضها بروح الفانيليا اذا كان متوفر عندكم. سكر فانيليا وزوز ساشيات خميرة، هذا زوز فانيليا زوز خميرة. دونك انا ضربت على 4 باش نستعمل 8 بكوات سكر فانيليا و8 بكوات خميرة. ولهنا عندي زيت نباتي، لهنا خلطت الحقيقة بين زيت نباتي وزيت زيتون. عملت 800 ملل زيت نباتي و400 ملل زيت زيتون، لكن زيت نباتي يكفي اذا كان مش متوفر عندكم زيت زيتون. وكيف كيف ما تكثروش من زيت الزيتونة. دونك حضرت هنا ايترا و200، وعندي لهنا 200 ملل على الطرشين، يعني حكاية 50 ملل على الكيلو. بالنسبة للزيت والسكر هم يجيو نفس المقدار، 300 ملل ولا 300 جرام بالنسبة للسكر على الكيلو. هنا عندي كيلو 200 سكر، نجم تاخذ حاجة كيلو بها بالطبيعة، مش بالضرورة بالجرام ولا بالمتر بالضبط. وعندي هنا كمية بالفاكهة بما أن باش نعملو بالفاكهة، وكمية جلجلان حضرت لنا 200 جرام جلجلان، 200 جرام لوز، 200 جرام بوفريوة. وعندي لهنا داك رشة الملح هذيك ديما لازم منها، وشوية من مبشور البرتقال المجفف كيما ماكم قاعدين تشوفو. راه تنجمو تعوضوه زادا بزازت بزاز نتاع اللي ما يقلقش، تعملوا حاجه فريش يعني. دونك ناخذ الطبيق اللي هنايا معون كبير على قد الكميه اللي باش نحضرها، ونبداو نحضروا في العظم نتاعنا اول حاجه. دونك هنا العظم راه من صح سنتي ما يكون في درجه حراره الغرفه، يعني ما تخلوش في الفريجيدير، واذا كان تحطوه في الفريجيدير تخرجوه على الاقل ساعتين قبل ما تبداو تخدموا به. دونك كيما تشوفوا في العظم تاعي كيف نوع في الكبير وفي الصغير، هذاك علاش قلت لكم استعملت 5. توا باش نحط السكر نتاعنا، ونكمل نضيفو بالطبيعة السكر فانيليا مع بعضو بما انو السكر يعني، ورشة الملح بالطبيعة هاديك لازم منها. بس بنقش البرتقال نحطوهم بعد تالي. أول حاجة نبداو بيها هي العظم والسكر، راهو لهنايا ضروري البسكوت وتبداو تخلطو فيه مرحلة بمرحلة، منحطوش المكونات الكل ونخلطوهم مع بعضهم، تبعو لي تاب بالمرحلة بالمرحلة، وتو تشوفو يجيكم بسكوت وهشوش ويعمل 66 كيف. دونك جيبو لهنايا باش نخلط لهنايا بالخلاط اليدوي بالخلاط الكهربائي يا ربي. دونك عندكم كمية صغيرة تنجم حتى بالخلاط اليدوي يكفي، والكمية الكبيرة وريت الكمية الكبيرة هي الناس قبل يعملها بيديهم، يبداو يخلطوا فيهم بصوابع يديهم يقولوا لي البركة يعني. الحصيلة سهل روحنا لهنا عملية باش فيسع يحضر، نخلطوا هنا كالعظم والسكر مليح مليح حتى يعني يجانسوا بالباهي، وتو تراو بطبيعتو البسكوت يعني باش يولي كولورو فاتح، العظم يولي كولورو فاتح يعني وقد سيبهم السكر نتاعنا ذهب في وسط السكر بالباهي. دونك توا كملت ركزت العظم تاعي، توا باش نضيفو الزيت كالعادة، نعاودو نركزو مليح حتى لين يتجانس الخليط بالباهي، والزيت لهنا يزيد يعقد لنا الخليط. توا تشوفو كيفاش يولي القوام تاعو يلزم يكون. دونك هذا هو القوام كيفاش يلزم يكون. وتوا باش نضيف العطر شي، العطر شي تنجمو تعاودو تستغناو عليها اذا كان متحبوهاش، تكتفيو يعني بالفانيكا او ديجا باش تفوح بالفاكهة سادة. ونحب نضيفها الحقيقة، نحب نضيفها بالحق تفاح بالباهي البسكوت، وزدت لهنا قشور البرتقال المجفف. دونك التنكية نضيفوه في تويكا ونعاود نخلطو مليح مليح كيما تشوفي بين كل حاجة وحاجة نعاود نخلط. دونك لهنا جبت الفاكهة نتاعي من الفور خرجتها كيما تشوفي، عرجتها الحقيقة نعرجها باش عاد يقوم مزيان خير من تستعملها نايم. صح بالطبيعة تستعملو الفاكهة نتاعكم معرجة،
وكما تشوف هي باش نحطها في الماكينه ونعملها في الريبات نهروشها، نجم تهرشها بالمهراس، نجم تهرشها بالسكينه كيما ما يساعدكم. المفيد تعلموا مهروش، لكن ما تستعملوش ارطب برشا، ضروري يكون هيك مهروش خير باش كل كعبه كيجي فيها تبدا فيك تبان بالباهي البشكوتو. كيما تشوف الشكل نتاعهم كيف انه يعني فما انصاف، فما كعبات صغار، انا مش كعبات كاملين ولا ارطب برشا. ضفت هذا الجلجلان هنا ينهرش، والجلجلان تنجم تعملو كعب راهم يقلق الدجاج هنا مرحيتوش برشا، ونعاودو نخلطو هنا الفكرة. ضروري تحطها قبل ما نزيدو المكونات الجافة هي الفارينة معناتها والخميرة برشا، خاطر يحطو الفاكهة بعد ما يحطو الفارينة يخلوها آخر حاجة، اللي هي متخليش الفاكهة تكون حجم تكون متوزعة بالباهي في الخليط، ضروري نضيفها قبل ما نضيفو الفارينة ونعملها تخليطها بالباهي باش تكون متوزعة بالباهي. هكاكا كل كعبة بسكوت يكون فيها كمية الفاكهة معتبرة يعني بالتساوي تكون. دونك انا كملت خلطت، تو باش نضيفو المكونات الجافة نتاعنا، باش نحطو الخميرة والفرينة وكاهو كيما ريتو، راهي طريقة تحضير سهلة فيها حتى شيء، ومتاخدش منكم الوقت بالكل سهل. وتو تشوف طريقة التشكيل هذا ما تاخدش منكم برشا وقت، بالحق البشكوت التونسي هذا نتاعنا من اسهل ما يكون. لو كملت حطيت 8 باكوات متاع الخميرة، الباكو الخميرة يرفع 10 غرامات. دونك تحط تو الفارينة، بالنسبة للفارينة راهو هي تو الكل في الكل، هي اللي باش نشحلكم البسكوت متاعكم، ما يلزمكمش تضيفوا الكمية كاملة، انتم الفارينة متاعكم راهو فما فارينة تشرب نجم تستعملوش الفارينة الكل كيما ما استعملت اني. تو تشوفوا معايا هنا كيفاش، انتم تحضروا على الكيلو المقادير اللي قلت لكم عليها، لكن الكيلو تنجم تستعملوش الكل. دونك لهنا باش نحط 3 كيلو فيرينا كاملين هذوك محاصلين يعني، والباكو الاخر مش باش نضيفو الكل، باش نضيفو بشويه بشويه، ركزوا معايا تو تشوفوا القوام كيفاش يلزم يكون. دونك نحط لهنا 3 باكوات فيرينا، نخلط الخليط الكل مع بعضه ونبدا نتبع في القوام تاعي كيفاش يلزم يكون. هذه اهم مرحله هي اللي باش نشحلكم البشكوت نتاعكم. دونك الخلاط هذاك باش نستغنى عليه، ما عادش نستعملوه. بالطبيعة الخدمة كل باش تكون بيدينا بالصوابع يدينا سادة، لهنا راه ما نعجنوش، راه البسكوت ما يحبش العجنين، شلمو لمان بصوابع يدينا. بالطبيعة راه باش يكون متلصق بالعظم والسكر، راه باش يكون يتلصق حتى تشوفوا كيفاش لازم يكون في الاخر. دونك نحاول نخلط الفرينة بالباهي، سيرتو راه كان عندكم كمية كبيرة، وسعوا بالكم ديما قلبوا هكا من اللوطة للفوق باش تتأكدوا ان الفرينة كل تخلطت. نجمو راه يدخل كمية كبيرة يقعد برشا فرينة من اللوطة اذا كان متخلطوش بالباهي. دونك وسعوا بالكم مليح مليح، خلطوا كل البسكوت نتاعكم بيديكم بشويه بشويه. دونك كيما راكم قاعدين تشوفوا في الخليط كيف انه معناتها مازال ما يتحل، معناتها كيف الليمون يبدا مازال محلول في صعب يمشي الجنبات نتاع الصحفه. دونك لهنا كملت كي خلطت الفرينة نتاعي، توا باش نكمل نضيف باش نمد الحلبة كلها ونبدا نضيف بشويه بشويه حتى رين تحصل على القوام اللي حاجتي بيه. نتأكدوا نعاود لهنايا باش تركزوا مليح في المرحلة هادية وتضيفوا الفرينة نتاعكم بشوية بشوية. دونك لهنايا شفتوه الخليط كيف انه مازال محلول، باش نضيف الفرينة بشوية بشوية. انتم الكميات اللي تحضروا فيها راهو اذا كان عندكم كيلو ضيفوا اقل بشوية، كميات اقل اقل يعني. نبدا نلم هنايا الخليط تاعي بشوية بشوية. تمشيوش تبداو تخلطو هكا وتبداو تزيدو في الفرينة باش تحسبها كين عجينة متاع خبز هكا باش تنحيو تلمو البات متاعكم، راهو ما يجيش، يلزم تبعها بشوية بشوية، يلزمها تجي طرية متبقاش تكون يابسة، ما كانش البسكوت متاعكم يجيكم يابس حجرة، وكيف كيف راهو ما يتعجن السر. هاكا وصلت لهنا للقوام اللي حاجتي بيه، شوف معايا كيف تجي العجينة تجي طرية وتجيب القوام هذاك. دونك انا استعملت شيراني كيلو كامل، استعملت الرطل المحسوب يعني 3 كيلو ونص على الكمية اللي رتاح يعني محسوب كاكا على الكيلو، تجيكم 850 كاكا حكاية 900 غرام ماكسيموم يعني كيلو ناقص شوية. هذه فيرينة وردة راهي تشرب، تنجم فينا ما تشربش تستعمل الكيلو كامل. توي كما عادش نتعاملوا بالفيرينة مع البسكوت نتاعنا بما انه يتلصق، باش تاخدو معاها كان بالزيت
نتعاونوا من العجينه، نغسلوا يدينا مليح بطبيعه بعد ما شكلناها، وناخذوا الزيت ونبداو نخدموا في العجينه بتاعنا تو. دونك المرحله هذه تنجم ديريكت تتعداو لطريقه التشكيل. لكن انا قبل ما نبدا نشكل نحب اني نقسم البات بتاعي دي بول كبار. معناتها الحقيقه المرحله هذه ليتاب هذه كي نعملها تنقص تخليش العجينه بتاعي تتلصق عليك برشا في اليد. يعني في كل مره كي نقعد نقصه بيدينا تولي العجينه ياسر تتلصق. دونك نحب ان نقسمها دي بول بتبيعها بكل شيء ندهنه بالزيت. مش بعد لك كيف نخدم، خاطر الخدمه باش تكون باليد زادت، وتشوفوا بعد لك طريقه التشكيل كيفاش مش بالماكينه. من المستحسن ديما ندهنوا دينا بالزيت باش العجينه ما تقعدش تتلصق. دونك نجيو توا لطريقة التشكيل. كيما تشوفوا فيه باش نحضر كاس لهنا نحطو بالزيت، راهو ديما المعاملة من العجينة بالزيت، وراهو ما يخليهاش الزيت راهو معنتها يبلنا في التكستير ولا حاجة، ولا تقر الزيت ولا حتى شيء. تشوف عليك كيف كاش باش يجي. حضرت لهنا الفرشيطة كيما راكم قاعدين تشوفوا، هي اللي باش نشكلو بها. دونك ناخذو من البودعة كبيرة هكاكا ونحلوه، وكيما تشوفوا فيه راهو فيسع ما يطوعكم فيسع ما يتحل. دونك نشكل هنا البودعة كبير هنا، بما اني حليته كبرشا باش نقسمه على زوز باش نجم نشكل فيسع فيسع. حبيت نربح الوقت، نجم بالطبيعة انتوما تعملوا دي بودا ما اقل وتوثق بالكم اكثر وكها. وبالطبيعة اللي بودا هنا حاولوا نعملوهم جواد، ما تعملوهمش عراض برشا، راهم سيتو تقراو حساب اللي هو في الفول يزيد يتنفخ شوية خاطر فيه الخميرة. دونك هنا جواتو كيما ما قاعدين نشوفو، توا باش نستويهم مليح مليح. هيك تعاوني في طريقة القصة. باش ناخذ هنا الفرشيطة نتاعي وباش نمشيها على فوق اللي بوداني حضرته. كيما راكم قاعدين تشوفوا هكا نزلة خفيفة، مابداوش ننزلوا برشا لنفرطوا العجينة يعني، ونعمل مشي من فوق مشي على جنبات وكا هاو. هنا باش ناخذ الحكار على طول السكينة. هنا راني منحبهاش طويلة برشا، راهو تنجمو بيها تحكمو في الطول كيما تحبو نتوما. هيك راهو تسمى صغيرة بالنسبة لبرشا ناس تحبها طويلة، أنا حقيقة نحبها كيما هكاكا. دونك تنجمو تطولو نتوما وتعملو كيما تحبو. تاخد الطبق نتاعك نتنو بشوية زيت يكفي، راه شوية زيت يكفي. تحبو تحطو بابي كويسون حطو ما يقلقش، لما شوية زيت راهي تقضي. ومش هروس في كعبة البسكوت نتاعي. بالطبيعة هنا الفرن نتاعنا قاعد يسخن على 180 درجة، نحطوه هنا يقعد نصيف ساعة 35 دقيقة هكاكا ما أكثرش. إذا كان بالطبيعة تحبوه ناضج تنجمو ماكس 40 دقيقة. بالطبيعة راك لحد فول وتقفوا عليه يكون خير. دونك هنا حبيت نوريكم راه نشكلو بالظهر نتاع الفرشيطة مش من القدام، هاكا ثبتوا مليح كيفاش ما نزلت برشا وفي سما عندي السكينة نتاعي راه، ويقعد البودا نتاعي مستوي ويجيني شكل مزيان. نكمل نتبع بالحكار نتاع السكينة هذاك اللي خديته من الاول نكمل عليه باش يجوني الكعبات الكل قد بعضهم. وبطبيعة الحال الزايد هذاك باش نخليوه نعاودو نلمو بيه، نعاودو نشكلوه بعد تالي. هناك تجيو الرسوم في الطبق، بطبيعة نقراو حسابنا شوية اسباس باش ما يلصقوش الكعبات برشا في بعضهم. نعاود نوريكم هي نفس الطريقة كيفاش هكا فيس فيس. والله لا ياخذ برشا وقت الحقيقة، راه تو نشوفو طرق اخرين اذا كان تحبوهم يجو ما اسمح يعني هيك يجو دي فورم بيان دريسي وكل شيء. باش نستعملو لهنايا القالب والقمع، هاتو تشوفو معايا هنا كيفاش نعمل. دونك اذا كان عندكم القالب هذايا نتاع البسكوتو بتبيع من غير ماكينه باش تستعمل جوست القالب هكا هاو، ولا بالدوي كيما ماكم قاعدين تشوفوا لي دوي هذوما. بتبيع لازم يكون دوي كبار باش ما يشوفكمش كعبات صغار برشا. بتبيع ندهن مدينة ديما بالزيت، ديما دينا بالزيت، نتعاونو مع العجينة نتاعنا بالزيت. ندهن القالب نتاعي ونبدا نشكل في الكعبات نتاعي لهنا. دونك باش نوريكم كيفاش شكلت الكعبات بالقالب لهنا، عطاتني الفورمة هذيك كيما ماكم قاعدين تشوفوا. ناخذ كمية من العجينة ونبدا ننزل. تحبوا تنزلوا بالكعبه بالكعبه، ولا تعملوا بوتان كبير كيما عملت اني يعني. اعمل لك بوتان كبير وبعد ذلك نقص الكعبات نتاعي هاكا. ننزل بشوي بشوي وسهله راه كيما راكم قاعدين تشوفوا. طريقه ماهيش صعيبه بالكل، جست تاخذ شويه وقت وكهو الحق. هذه هي الكعبه كيفاش تجي، راه فما تشققات تجي في العجينه راهي مش راهي عادي. هذيك بحكم خاطر استعملنا الفاكي في البسكوت ودونك راه التشققات هذوك يتسناو عاديين. وناخذ هنايا القالب نتاعي وكيف كيف نفس الحكايه، نشكل بودان كبير ومن بعد نقص الكعبات نتاعي وكها. ونكمل هكاك لين نكمل الكمية نتاعي الكل.
دونك لهنا ندخلوا للفور كيما قلت لك مع 180 درجه مده 30 35 دقيقه ونتحصلوا على النتيجه هذه. شوفوا معايا هنا كيفاش راهو ما يلصقش، رغم اني راهو الطبق هذا عملته ثلاث مرات معناتها نخرج نعاود نحط عليه ما يلصقش بالكل، شويه زيت هكا وتقضي. تحصلوا على الفورمه هذه، اذا كان تحبوا تنضجوا اكثر شويه ما تكثروش اكثر من 5 دقائق اخرين في الفور. دونك لهنا حبيت نوريكم سادة الكعبات الاخرين اللي شكلتهم بداية كيفاش يجيو، سادة راهم يجيو بسماح. نحكي لكم مش حاسيلو على الريحة والفيحة اللي مالي الدار هنا بريحة البشكوت، وبالحق ترجعني الريحة نتاعه وريحة الزمان، ديما كل ما نعملوه ترجعني ريحته وريحة قبل. هذاك علاش نحب نعملوه كل عيد، ديما يبدا حاضر حوجة زمنية وحوجة كيف كيف نخلطو عليها الناس الكل حاجة تعمل 66 كيف. لو كان عندكم اي تساؤل كالعادة تخلولي في التعليقات اللوطة. دونك شوفوا معايا هنا القوام نتاعو كيفاش لازم يكون. دونك لهنا نخليو البسكوت نتاعنا يبرد كومبليتمون، بعد كده نحطوه في الفرن ونسكروا عليه باش يقعد ديما يشوش ما يوليش بايت. يعني تنساوش تعملوا لي جيم وتعطوني رايكم في الكومنتير، راني ديما نستنى الدعم نتاعكم. وبالطبيعه ما تنساوش تعملوا اشتراك اذا كنتم تعديتوا على قناتي اول مره. وهيك نكون وصلنا لاخر الفيديو، بتبقى لي كامش نقول لكم بسلامه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله عيدكم مبروك.